3 سنوات من التحضير المتواصل استغرق ألبوم هبة طوجي الجديد بعد سنين، واللي أخيرا أبصر النور خلال الأيام الماضية. بعد سنين هي واحدة من أغاني ألبوم هبة 13، وبالنسبة لإلها رغم اختلاف المعايير إلا أنه إصدار ألبوم متكامل هو سر استمرارية الفنان. بعدك بتأمني بمودة الألبومز؟ أكيد أنا بعتبرها موضة، أنا بعتبرها يعني هي سر استمرارية الفنان. يعني أنا اليوم ما بقدر أتخلى عن فكرة الألبوم، لأنه بحس أنه على المدى الطويل مهم لأرشيف الفنان أنه يكون فيه ألبومات كثيرة. من فترة كانوا عم بيقولوا أو عم ينحكى أنه بطل درجة الألبومات، صار كله راح على السينجلز، وهلأ عم نرجع عم نسمع فنانين عم يرجع ينزلوا ألبومز. أنت ما وقفتي أصلاً توقفي ألبومز؟ السينجلز ما بيلغوا الألبومات، يعني فيك تنزل سينجلز، وأنا هيدا الشيء عملته بالفترة السنين اللي قطعوا، بس برجع بحس إنه لازم يكون في ألبوم. يعني هاي طريقة أو خطة إذا فيني أقول، أو طريقة إحنا متبعينها من وقت ما بلشت غني لليوم، وبحس هذا اللي بيميز الفنان اليوم. يعني الألبوم هو كمان مثل هيك قطعة متكاملة بتقدم فيها الفنان، وبتعطيه مثل نوع من الصورة الخاصة، وبعدين حسب مين الأرتست. يعني أنا بحس إنه هبة خلال اللقاء خبرتنا عن كواليس تحضير هالألبوم وعن الجهد اللي تطلبوا منها. بلشنا شغل على الألبوم 2020، كنت وتجوزت سنتا ورجعت يعني جبت أول بيبي وهلا الثاني ونزل الألبوم. يعني بثلاث سنين كتير قطع الوقت، ما بعرف كيف قدرت إنه يعني يصير معي كل هالأشياء، بس يعني بحس إنه إجا بوقته الألبوم. هالقد فيه تنوع، هالقد بحس إنه هيك نتيجة كل السنين اللي قطعوا قبل. يعني هالألبوم ما كان بيصير بهالطريقة لو ما قبله قطع كلية اللي قطع. وبالفعل هبة حرصت على التنوع بعملها الجديد من ناحية الأنماط الموسيقية والألوان الغنائية وحتى المواضيع. أي غنية حسيتيها أقرب شيء لقلبك؟ كل غنية شيء، ما فينا أقارنهم ببعض، هالقد متنوعين وما بيشبهوا بعض أبدا. بحس إنه إذا بدك تجمعهم كلهم بيعبروا عنه. يعني ما في غنية بتشبه التانية حتى أقلك إنه هالأغنية بختارها على غيرها. يعني هبة بهالألبوم قررت تشارك حتى بالصناعة من ناحية التلحين وكتابة أجزاء من بعض أغاني الألبوم. اليوم أكيد تجربة التلحين هي جديدة علي، يعني بس يعني حسيت إنه في عندي شيء حب أعبر عنه، وهيك طرحته إن كان بالشعر أو حتى بالموسيقى، وقدمني للناس. تجربة حلوة وعطتنا هيك إضافة أكيد. يعني احنا ما كتير منشوف بالعالم العربي فنانين بيلحنوا هن او بيشتغلوا هن بيرسونلي على الاغاني تبعهم. بحس اليوم عم تصير موجوده اكثر واكثر، انك تكون انت سونغ رايتر كمان. بدها يعني هي عفويه شغله بتصير. يعني انا حسيت انه هيك كنت عم دندن اللحن، سمعته لاسامه، اشتغلنا عليه مع بعض وهو طوره، وهيك قدمناه يعني بهالعفويه. بالنسبة لهبة اللي بيميز هالألبوم هو كليباته، خاصة بعد ما قررت تتصور منه بعض الأغاني اللي ما كتير بتشبه ستايل اللي عودت الناس عليه بالسابق. الألبوم فيه من كل شيء عن جد، وحتى ألبومات السابقة كمان كان فيه من كل شيء، كان فيها التنوع كان موجود، وكان فيه الأغاني الدانس والأغاني الشعبية والأغاني الملتزمة، يعني كان فيه من كل شيء. اليوم بركة عم نسلط الضوء على أغاني ما كنت كتير صورها قبل، يعني كان لو كليبات متجهين بغير طريقة. اليوم هالكليب عم بيكون أكتر عم بيفرجي بركة الأغاني اللي ما كتير ناس تعودوا يسمعوها مني، بس هذا ما بيعني إنه بالألبوم ما في أغاني كمان كلاسيكية أو حتى أكتر العلاقة بالأغاني الاجتماعية إلى آخره. في عن جد تنوع كتير كبير. إلى جانب هالمولود هبة أيضا رزقت ببنتها الجديدة ريتا من فترة بسيطة، وهالحدث كان له وقع خاص جدا عليها وعلى عائلتها. هن لقل الأولوية أكيد بيبقوا، وبحس أكيد أضافوا كتير لقلي أنا كأمرأة، يعني وقتها تختبر مشاعر أمومة كمان، مشاعر كتير يعني صعب أنك تعبر عنها، أكيد هذا الشيء كتير بيضيف لقلي أنا كمان كأمرأة.
وين حسيت شعور أمومي كانت أقوى، بس إجا الصبي ولا بس إجت البنت؟ ما فينا فرق. هلا أول ولد ما بتكون عارف شو ناطرك يعني، فبتحس إنه بمشاعر كتير هيك جديدة، وبتحس إنه لا خلص مش ممكن حب بعض مثل ما بحب هلا، بس بيجي تاني ولد وبتحب نفس الطريقة. ما في شعور مثله بالحياة يعني، ما بينوصف. مين كان مبسوط أكثر بالبنت، أنت أو إبراهيم؟ هو إبراهيم عنده أصلاً بنت، وبس إجا صبي انبسط كتير أكيد، لأنه كمان أول مرة هو بيكون قبل لصبي. وبس رجعت البنت بتحس إنه دي معرف فيه هيك علاقة بين البي والبنت دايما مميزة يعني. بيقول البنت حست بيا هيك بيقولوا، والصبي حسيت. شكرا على هاللقاء الحلو يا هبة، والله يخلي لك إبراهيم ونائل وريسا وهالعيلة الحلوة اللي كلنا منحبها.